الآلاف من أبناء مدينة عدن تركتهم الحرب تحت رحمة العوز، يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش، بينما تمتلئ أرصفة المدينة وشوارعها بمساعدات الإغاثة الإنسانية المجانية، والتي تحولت إلى سوق جديدة تشهد تنامياً مستمراً. عندما تتجول في أسواق مدينة عدن وترى تلك الكميات الهائلة من المواد التجارية، لا بد أنها ستثير عاصفة من الأسئلة: من أين جاءت هذه المواد؟ ومن يقف وراء تسريبها إلى السوق؟ انطلقنا للبحث عن إجابات معززة بأدلة، فكانت بداية رحلتنا من حي دار سعد، أحد أكثر الأحياء تضرراً من الحرب. في هذا الحي يقطن عبد الله برفقة أفراد أسرته الأحدى عشر، ينفضون عنهم ما تبقى من غبار الحرب التي تركت وجعاً مستمراً حتى اللحظة. بالنسبة للمواد الغذائية في أثناء الحرب شحت، يعني ما كانتش متوفرة بشكل صحيح، كانت تجري من مكان لمكان، تحصل منها سلعة ومنها ما فيش هنا بعد الشر. فوزية هي أيضا تقيم في الحي نفسه، ولم تكن قصتها أقل مرارة من عبد الله. يعني كنا نضارب الدنيا مضاربة، ساعات كنا لو كنا كذا ضربنا على القهوة الأقل الغداء العشاء ما نتعشيوش، أنا كان كل شيء مبند، دكاكين مبندة وما فيش بياس، وكنا يعني عايشين بياس. تجولنا في بعض الأسواق وبحذر شديد صورنا بشكل سري بعض المواد المعروضة، فإشهارك لآلة تصوير في هذا المكان مجازفة بحياتك، ويجعل منك هدفاً لعصابات السوء. مع تراجع حدة المواجهات في عدن وسيطرة قوات التحالف على المدينة ومنافذها، تدفقت المواد الإغاثية من مصادر عدة. كانت الآلية على النحو التالي، طبعاً نحن كجهة في مطال نحن ما لناش دخل بالموضوع هذا بالخالص، سواء نحن نقدم الخدمة والتسهيلات للجهات، فيتم استلامها طبعاً. بالنسبة للإغاثة في جهات معينة تقوم باستلام مثل هذه الإغاثة. منذ إعلان عدن مدينة منكوبة في 27 من أبريل وحتى نوفمبر من العام 2015، استقبلت موانئ المدينة ومطارها أكثر من 40,000 طن من المواد الإغاثية والإنسانية المتنوعة، بين مواد غذائية وطبية ومستلزمات نظافة ومشتقات نفطية مقدمة من جهة عدة، أبرزها السعودية والإمارات والكويت وقطر وبرنامج الغذاء العالمي. رغم آلاف الأطنان والمساعدات الإغاثية التي وصلت اليمن، إلا أن فوزية وعبد الله وغيرهم الكثير من أبناء مدينة عدن والذين تضررت منازلهم بشكل مباشر من الصراع المسلح، لم يكونوا قادرين إلا على رؤية تلك المساعدات تباع في الأسواق دون الاستفادة منها. حصلت قصة صليط و عشان 30 كيلو عدس، جابوا لي قصعة صليط وبر كيس بر. أما وقت الكراتين لما توزع كنت أنا نازحة ما لقيت، جيت ثاني يوم قالوا لي قد خلصت. بالنسبة للمواد الغذائية الإغاثة حصلنا على مرتين فقط، مرة كيس بر ومرة عوني واحد لتر زيت ومرة كرتون في فترة طوال الحرب. أجرينا اتصالات عديدة وفي ظل ظروف أمنية صعبة، حتى وصلنا لمسؤول منظمة محلية، تواصلنا معه بصفتنا الصحفية ووافق على الإدلاء بتصريحات تليفونية ليشرح كيف يتم التلاعب من قبل بعض المؤسسات التي استلمت مساعدات. أيوة مرة كانت على حساب اللي كان سكرت تقريبا 1200 سنة، لكن اللي هو الحقيقة
اللي 400 سله كانت موجوده هذه مصحاب الائتلاف، اما بقيه الاسلحه تقريبا ما وصلت فيها، لاحظت انهم سجلوا 1200 رغم انه كان في الاتفاق الاول انه بعد 2000 سله وصلت داخل كريده ما وصلتش، يعني اكثر من النص ما وصلت. وكذلك تواصلنا مع احد التجار القريبين من مصادرنا في مدينه عدن، والذي قال لنا إنه حصل على كمية كبيرة من المياه التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي. أيوة أكيد أستاذ، وصلتنا أكثر من مضاعف. مثل إيش اللي وصلكم؟ وصلنا مع بيور لايف. هذه مياه؟ مياه بيور لايف. مياه بيور لايف. الهلال الأحمر الإماراتي. هل وصلت كميات كبيرة؟ وصلتنا عدد بسعر زي بسعر يعني فيما أقول لك جدا بسعر التراب. طيب الكميات اللي وصلتكم كبيرة أو كميات قليلة أو تعتبر يعني كبيرة بعض الشيء يعني؟ إلى حد اللحظة كانت هذه مجرد اتهامات غير مدعومة بدليل، فسعينا للحصول على أدلة، وكلما اقتربنا منها ابتعدت عنا بفعل التكتم الشديد والخوف لدينا يحيطني بالموضوع والإنكار من الجميع. إن بعض المواد الإغاثية اللي نحن سلمناها للمنظمات الإغاثية تباع في الأسواق. الله. ثم جونا ناس يطلبون، قلنا طيب اذهبوا إلى مراكز الإغاثة، هذه موجودة نحن سلمناهم. للأسف سلموها الناس ما يخافوش الله، بالمختصر أقول لك، لأن الكميات كانت كبيرة وما توحيش على أنه المواطن نفسه هو اللي يبيع، لا، توحي على أنه تجي سيارة ضخمة وتنزل هذه الأمور. لجأنا إلى عقد صفقة وهمية مع أحد مسؤولي منظمات المجتمع المدني في عدن، والتي كانت بدايتها بالتواصل مع أحد السماسرة، حيث أوهمناه بأننا تجار نريد شراء كمية من مواد المساعدات. انتظرناه لفترة ليصلنا منه اتصال يخبرنا فيه بأنه توصل إلى أحد مسؤولي المنظمات، والذي وافق على توفير كمية من مواد المساعدات لنشتريها. انتظرنا طويلا لكن لم يتصل بنا أحد، فواصلنا بحثنا عبر ذلك السمسار، فقادنا مباشرة إلى أحد مسؤولي المنظمات والذي نتحفظ عن ذكر اسمه واسم منظمته. أجرينا معه مكالمة هاتفية بعد أن شرح له السمسار أننا تجار نريد شراء مواد مساعدات. سلمك. هيا هيا هذا الشترادين. كيف فعلت نحن بالموضوع؟ شوف رهلة عنده وليس حلاك تمام. احنا دبرنا لك كمية كم دبرت له 50 دبرت لك 40 تمام مضمونة تمام عندك انت كلمونا عليك انها تشكل مضمونة ومنحق من الحمر الإماراتي تمام اوكي كان لابد من التوجه إلى الجهات الرئيسية التي تولت توزيع المساعدات في عدن لمواجهتها بهذه الحقيقة، فبدأنا بفرع الهلال الأحمر اليمني في مدينة عدن، والذي اتهم بالتلاعب في توزيع إغاثة الهلال الأحمر الإماراتي الذي أوقف التعامل معه وباشر توزيع المساعدات بنفسه. إذا كان الحديث من الهلال الأحمر الإماراتي موجه بالدرجة الرئيسية إلى الهلال الأحمر اليمني فرع عدن،
فأنا أعتقد أن هذا غير صحيح، لا يمكنهم يقولوه. وقبل ما نظهر نحن في الساحة كانت هناك برضو سفن قادمة، قبل سفيرة اللي استلمناها كانت هناك سفن موجودة قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي، نحن لم نكن على علم بها ولم نستلمها. فإذا كان الاتهام للسفن الأخرى فليدافعوا عن نفسهم الآخرين الذين استلموها. تقدم المملكة العربية السعودية مساعداتها عبر مركز الملك سلمان بالتنسيق مع لجنة الإغاثة اليمنية، وتوزع عبر ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية، والذي تأسس من أكثر من 45 منظمة محلية في عدن وبإشراف من السلطة المحلية في المدينة. تواصلنا مع قبلة محمد سعيد نائب رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة عدن، والتي أعطتنا أكثر من موعد، ومن ثم اعتذرت عن التصوير معنا برسالة نصية. اتصلنا بها مجدداً وواجهناها بالحقيقة التي توصلنا إليها. يا أستاذ، إحنا معنا تسجيلات صوتية يعني تثبت تورط منظمات محلية في بيع الإغاثة، وهذه المنظمات بحسب المعلومات اللي وصلنا لها إنها تعمل تحت إشراف لجنة الإغاثة في عدن، تحت إشرافكم أنتم. لا، غير صحيح هذا. اللي هو إيش؟ اللي هو إيش غير صحيح؟ غير صحيح إنهم يشتغلوا في إطار اللجنة، يشتغلوا كمنظمات لحالهم. هذا الدليل اللي معانا، من نواجه يعني نسير عند من يعني نصحينا وجهينا؟ طيب انا اول حاجه لازم تتصل بائتلاف الائتلاف الشعبي لعدن. لم نكن نحن المسؤولون فيما يتعلق بالاغاثه الحكوميه، نحن كنا اغاثه شعبيه، وما قمنا به هذه الاجابه يمكن ان تنزلوا الى الشارع وتسالوا الناس. برغم توقف الحرب وبرغم أن مسؤولين محليين صرحوا عن مباشرة التحقيق في السوق السوداء لمواد الإغاثة وملاحقة المتورطين، إلا أنه وحتى لحظة إنجاز هذا التحقيق ما تزال المواد الإغاثية تملأ الأسواق، ليست مواد الهلال الأحمر الإماراتي فحسب، وإنما مواد إغاثية تابعة لمعظم الجهات التي قدمت مساعدة لليمن.